هل هناك إمكانية لأن تأتي الحلول برأيك إذن عبر طاولة السيد الكاظمي وغياب السيد الصدر أو من يمثل التيار الصدري حتى عن الاجتماع؟ هل يعني بأنه وصلنا ربما لنقطة اللاعودة؟ نكاد نصل، يعني للأسف القوة السياسية بمجملها، يعني الطبقة هذه السياسية، هذا النسق السياسي يهدر الفرصة الأخرى. كان ممكن أنه تحويل هذا التحدي الخطير إلى فرصة للمراجعة، لبدء بخطوات تغيير حقيقية، للاتفاق على خارطة الطريق، على مرحلية للتغيير على الأقل. لكن إحنا شفنا البيان اللي صدر هو يعرب عن تمنيات والنوايا الطيبة لا تكفي في هكذا أزمة يلتهب بها البلد. يعني نعم السيد رئيس الوزراء أنا أعتقد هو في وضع لا يرصد عليه، يعني الدعوة للحوار يعني جيدة، مبادرة، خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن الآن الحاضرين في هذا الاجتماع هم أنفسهم يعني أطراف متصارعة، وهم أنفسهم طرف في المشكلة، ولم نجد منهم يعني بلورة رؤية جديدة أو طرح مشروع جديد أو خارطة الطريق. فالاكتفاء ببيانات أو تصريحات أعتقد هذا لا يكفي، كان ينبغي أن يكون هنالك يعني رسم بتصورات واقعية أو إيجاد فعلا برنامج للحل، أما نكتفي بأن نقول عبارات عامة حتى بمسألة الانتخابات المبكرة. يعني ما يعني العبارة يعني غائمة أو معومة أنه الانتخابات المبكرة أمر ليست بالطارئ في الحياة الديمقراطية، لكن يا أين حياة الديمقراطية في العراق؟